حق الدولة التي تتطور مثل إيران مقارنة بمحيطها من حقها أن يعني تطمح أعتذر ل سيد أنيف، ربما يقال النفوذ الأخطر في المنطقة ليس لإيران، دعنا من إسرائيل، يقال بأن النفوذ الإماراتي في اليمن وفي مناطق أخرى ربما أخطر من النفوذ الإيراني في المنطقة. يا سيدي، أنا لا أحدد نفوذ هذا البلد أو ذاك، ولكن أقول من حق كل بلد يتطور أن يعني يكون له نفوذ في محيطه، وأن هذا النفوذ ليس بالضرورة إملاءات على الطريقة الأمريكية، ولكن نفوذ قد يكون علاقات تجارية، وقد يكون علاقات سياسية، وقد يكون دفاع مشترك، وليس بالضرورة إملاءات، القوي يملي على الضعيف. هذه السياسة الأمريكية ليست هي السياسة التي يتم التعامل بها بالشرق. يعني التحالف الأمريكي السوري ليس تحالف إملاءات كما هو التحالف الأمريكي السعودي. يعني هذا أمر يجب أن يفهمه كل محلل سياسي، إن كان إسرائيلي وإن كان غربي. المهم في هذا الأمر، من حق إيران أن تنتج صواريخ بعيدة المدى 2000 كيلومتر أو أكثر، ومن حقها أن تصل إلى الفضاء، ومن حقها أن تتطور علميا، وهذا حقها الطبيعي. يعني أنا لا أفهم كيف يمكن أن نحد من تطور دولة إلا إذا كانت يعني نظرية استعمار قائمة على أنه لا يجوز لهذه الدول أن تتطور لا علميا ولا تكنولوجيا ولا أن تصل إلى الفضاء ولا حتى أن تكون مستقلة وذات سيادة. أنا لا أعتقد أن إيران دولة بهذه العظمة، بهذا التاريخ الطويل والعريق، يمكن أن تقبل بمثل هذه الشروط. إضافة إلى ذلك، إيران دولة تملك مصادر طاقة هامة جدا، ليس فقط لنفسها وإنما للعالم، وبالتالي أن تضع عليها شروط هي لا تقبل بذلك، ولا يمكن أن تقبل بذلك. إيران تنازلت أكثر ما يمكن عندما تنازلت عن برنامجها النووي.